توقعاتك بقى للعام الجديد في برجك، هيحصل كذا وكذا، وخلي بالك الفلوس كذا والعاطفة كذا والحاجات اللي بتتقال. التوقعات دي هم بيقولوا إنها مبنية على أرقام وحسابات فلكية والكلام ده، ده كلام صحيح علميا ولا غلط؟ لا غلط اطلاقا. ما انا قلت زي في البدايه، لو هو مبني على نظريات علميه وقوانين، زي خلينا نقول قوانين نيوتن بتقول ان كل حاجه هتقع هتمسكها تسيبها هتقع على الارض، مش هتطلع تطير فوق. لو انا في اليابان هيحصل كده، لو انا هنا هيحصل كده. لا انا على اي جزء على سطح الارض هسيب اي حاجه لها كتله هتسقط على سطح الارض نتيجه الجاذبيه. يبقى دي حاجة قاعدة علم، خلاص علم احنا شفناه. لكن انا لما اقول ان كوكب يجي جنب كوكب، فلان هيموت وفلان مش هيموت، لا على الاطلاق. والا زي ما بقول لحضرتك، لماذا لم تكن هناك جامعات واقسام علمية وكليات متخصصة في علم التنجيم؟ باللغة الانجليزية ده اسمه استرولوجي، غير الاسترونومي. في حاجه بقى في جامعه مثلا استرولوجي ديبارتمنت بيدي سيرتيفيكيتس في الاسترولوجي، ربما في ماستر وفي بي اتش دي، في لاب معمل بنعمله جامعه الاسترولوجي. لا انما الاسترونومي لا، في الاستروفيزيكس اللي هي الفيزياء الفلكيه، ماثيماتيكال استرونومي اللي هي الرياضيات الفلكيه، استروكيمستري كيمياء الفلك والفضاء. النهارده لما بنروح نبعت حد في محطه الفضاء الدوليه بيعمل تجارب كيميائيه لا يمكن اجراءها على سطح الارض، هل ده فيه تنجيم؟ هل ده فيه توقع؟ لا ده علم. علم. ده الاساس. ولولا انه علم لما وصل الانسان، وشفنا السنه اللي فاتت المسبار الامل طالع المريخ. هل ده طالع بقى تنجيم؟ مش ممكن. ولا بالكروت اللي عندهم، احط الكارت الفلاني مع الكارت الفلاني، استنى اشوف الكروت هتقول لي ايه. تفسير حضرتك، يعني انا برضو عايزه اكد النقطه دي تاني، انه كل التوقعات اللي بتطلع كل سنه اللي مرتبطه بالابراج ومرتبطه بالاشخاص، ده كمان عاملين توقعات للدول، يعني مسار خريطه العالم هيبقى شكله ايه في نهايه 2021، في نهايه 2020، كل التوقعات دي لا اساس علمي لها. لا اساس لها علمي، ما يعني فور فان. انا مثلا قاعد اشوف التلفزيون بشوف بيقولوا ايه، فالمذيع بيسال للاسف الشديد المكتوب ان هي عالمه الفلك، شندي الفلكي، والفلك منهم براء. فبيسال هو الاهلي هياخد الدوري؟ الله، طب ازاي ده؟ لو الاهلي قالت له هياخد الدوري، خلاص اللعيبه دي تروح تقعد في البيت والمدرب يقعد في البيت، وهي قالت ان هياخد الدوري خلاص هياخد الدوري. It's ridiculous. أنا طبعا احترامي طبعا لكل الناس اللي بتشتغل في هذا المجال، لكن أن نقول أنه علم، لا ستوب. ده مش علم، ده مش علم على الإطلاق، يجب أن نقف عنده. أما أن احنا ناخده بقى بهزار بفن، أن هي حاجة فور يعني ترويح كده عن النفس، ترويح عن النفس وشويه سسبنس في الحياه كده. بالظبط كده، يعني نعمل تشويق للناس وحاجات زي كده. لا 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 بأس اذا كان لهم فيما يريدون هذا هذا وشأنهم يعني. لكن عندما نتحدث، وللاسف الشديد ما عرفتش ليه الجرايد وليه الصحف الالكترونيه وصحف لها شهره دون ذكر الاسم يكتب، هو العالم كله بيهتم بالجزء ده. طب تفسير حضرتك ايه؟ يعني ليه الناس مهتمه؟ هو طبعا الاعلام والصحافه والحاجات دي بتسير الناس في هواياتها انجاز التعبير، فليه الناس مهتمه بالفكره دي؟ ليه في شغف فيها؟ انا يعني بشوف ناس بتهتم حتى بالتوقعات بكره، يقرا الابراج النهارده مرتبط بفلان، والتوقعات بكره يومك هيكون حلو، خلي بالك من مش عارف ايه. بتفسرها بايه؟ يعني هي دايما الانسان شغوف فده شغف ليس الا. انا لما الاقي اي يعني اعرف صديق لي اول حاجه يقراها هو حظك اليوم. طب هو
هو شغوف بانه يشوف الحظ، ربما يجي حظه سعيد حظه تعيس، لكن اسمه حظ ما اسموش علم. فانا ازاي اقول على الراجل اللي بيعمل الحظوظ ده او بيحط البتاع ده شندي الفلكي مش عارف عالمه البروج وعالمه الافلاك عالم الفلك الفلاني الفلاني؟ هذا خلط شديد جدا وبيصيب هؤلاء العلماء اللي بيشتغلوا فيها بالاحباط الشديد. لكن بره معروفه، ده استرولوجيست ده استرونومر، الكلمه واضحه لا خلط فيها، حتى في الصحافه، حتى في التلفزيون، حتى في الاذاعه، لما يتكلم يتكلم يقول لك ده منجم، منجم خلاص ويحط نقطه، لا عالم ولا فلك. وما ينفعش نقول عالم التنجيم، لا لا يمكن، ما فيش علم، لان التنجيم. انت نقلته الى مستوى العلم ودي الكارثيه، دي الكارثيه. ودي يا ريت انا يعني على عيني وراسي اي حد بيستضيف اي من هؤلاء منجم لكن لابد ان يصفوا بانه منجم، قارئ الفنجان. وقارئه الفنجان معروفه عندنا، ما قالش ان هي ده علم، لا. والا كنا جبنا فناجين بقى وحطيناها في المعامل، والقيس البن رايح فين واتجاه البن شمال ولا اتجاه البن جنوب، يبقى اذا ده الفنجان هيتكسر على دماغه او لا، ده الفنجان هيجيب له فلوس، لا. يعني في خلط.